الكل يسأل يمكن عن بحيرة النجف، تطرقنا وراح يتكلم مع الوزير عن هذا الموضوع، وأيضا موضوع الإطلاقات المائية وغيرها كلها صار الحديث بها، فراح أختصر وأترك الحديث إلى السيد معالي وزير الموارد ليتحدث معكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيادة المحافظ، شكرا الأخ السيد النائب الأول. حقيقة سعيدين بوجودنا في محافظة النجف الأشراف، ولقائنا بالسيد المحافظ الأخ النائب الأول، الأخوة في الحكومة المحلية. حقيقة زيارتنا تتركز على معالجة أو سماع أي مشاكل أو معوقات اللي تهم عمل دوائر وزارتنا في المحافظة، ومثل ما تفضل السيد المحافظ العمل مشترك، المصلحة واحدة، الهم واحد في ظل هذه الظروف والتحديات اللي هي يعني جائحة كورونا، قلة التخصيصات، انحصار الأمطار، ورغم ذلك الوزارة كانت حريصة منذ البدء على تأمين حصة مائية لغرض إنجاح الخطة الصيفية الحالية. نحن الآن في محافظة النجف مع بداية الخطة الصيفية نتابع كل الإجراءات، نطمئن الجميع أن المياه متوفرة خلال هذا الصيف لإنجاح هذه الخطة الزراعية الطموحة التي تخدم الفلاح وتخدم حقيقة المواطن العراقي بصورة عامة. تناقشنا مع السيد المحافظ والسيد النائب الأول على الكثير من المتطلبات والأمور المهمة التي تخدم عمل المحافظة ووزارة الموارد المائية، ووجهنا دوائرنا بتذليل كل الصعوبات. الموضوع الأهم موضوع بحر النجف، منطقة بحر النجف، هذه المنطقة حقيقة التي ممكن أن تستغل الكثير من الأمور، سنقوم بزيارتها. ناقشنا الكثير من الأمور التي يخص موضوع بحر النجف، وإن شاء الله كوزارة مستعدين لتقديم كل العون والمساعدة لتطوير الواقع الروائي والزراعي في محافظة النجف الأشرف. يعني إحنا من نقول سنقوم، إحنا قمنا حقيقة، يعني إحنا أدينا المهام كبيرة في تأمين بحر النجف وتأمين السكان في المنطقة من خلال تنظيم السداد، من خلال حفر أو تنظيم مبزل لإزالة المياه الفائضة وتقليل خطر الفيضان للسكان المحليين. وهناك أيضا بعض التحديات ناقشناها مع السيد المحافظ. المنطقة حقيقة المنطقة مؤهلة أن تستثمر سياحيا، للوزارة لديها بعض الملاحظات الفنية حول هذا الموضوع سوف نطلع عليها اليوم، وسنوجه المراكز المختصة بالوزارة لتقديم كل الحلول الممكنة لتطوير هذه المنطقة التي هي تعتبر معلم كبير في محافظة النجف، وستكون قبلة للزائرين لأنها قريبة من مرقد الإمام علي عليه السلام، فهذه أيضا تعطيها بصمة جديدة وتعطي نقطة إضافية إيجابية لتطوير هذا المكان وهذا المتنفس إن شاء الله.